وايضا مع فريق 2008، فريق 2008 ما شاء الله البراعم بقى، مدرسه الكوره القاعده عندنا المليانه او مليئه بالمواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكان في مباراه وديه في ملعب الاكاديميه، ملعب الاكاديميه ما شاء الله بعد افتتاحه حاجه رائعه. مع 2008 نروح نشوف المباراه الوديه اللي انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي 5-1 على طلائع الجيش، نروح نشوف اهداف اللقاء. أهداف حلوة بتنوم فعلا إن احنا عندنا مواهب في فريق 2008، وحابب أقول لحضراتكم برضو أسماء اللاعبين في 2008. عندنا حمزة الدجوي من المدافعين الأقوياء جدا، عندنا بلال عطية، وعندنا عمر ميسي، عمر ميسي اللي كان لابس جزمة صفراء اللي أحرز هدفين، برضو افتكروا معانا الأسماء دي، عمر ميسي. عندنا زياد أيوب ويوسف هشهش ويوسف حلمي. عندنا الأهداف مرة تانية، عندنا اللاعب اللي استلم في نص الملعب هنا ده بلال عطية، وافتكروا الاسم ده لاعب موهوب جدا، ده اللاعب زياد أيوب اللي سدد برجليه الشمال. عايزين نشوف الهدف بتاع عمر ميسي، لاعب لابس جزمة صفرة ده اسمه عمر ميسي، وافتكروا معانا الاسم ده، لاعب ما شاء الله عنده موهبة كبيرة جدا في 2008، عمر ميسي. عشان تفتكروا الاسم ده معانا بعد كام سنة، تفتكروا الاسم ده عشان نقول هنا في برنامج الأشبال احنا اول ناس اتكلمنا عن المواهب دي، عمر ميسي. حتى دي ده الهدف الثالث اللي احرزه، هو احرز هدفين، خد الكره وسع نفسه بسن الجزمه حطها في الزاويه البعيده. ده عمر ميسي، اهداف فعلا بتنم ان احنا عندنا مواهب في فريق 2008. ايضا كان كاميرا الاشبال موجوده، وعندنا لقاءات مع بعض اللاعبين بعد لقاء الاهلي وطلاع الجيش اللي انتهى فوز النادي الاهلي بخماسيه. نروح نشوف اللقاءات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا اتعلمت في النادي الاهلي اللي احنا نكون قلبنا على قلب بعض ونلعب لاخر دقيقه، وعلى طول على المكسب، ما عندناش خسارة خالص. أنا مثل الأهلي الكابتن محمود الخطيب ونفسي أبقى زيه. عمر عاصف عبد الحميد، شريف ميسي، لاعب في النادي الأهلي 2008 هافي مي. أنا اتعلمت في النادي الأهلي الروح ونلعب لآخر دقيقة ونركز في الملعب وإن شاء الله نكسب. أنا مثل الأهلي في مصر حسين الشحات. ميسي الكابتن أسامة زكي بيقول لي دايما في الملعب باللي أنا أهدى في الملعب وما اتسرباش وألعب برجولة. أنا مثل الأهلي في مصر الكابتن أحمد فتحي، بره مصر ارنولد. بقالي سنه في النادي الاهلي، جيت السنه اللي فاتت عن طريق الاختبارات، تعلمت الروح والقلب، واحنا دايما على طول لازم نبقى الاول، النادي الاهلي على طول مهتم بينا، واحنا لازم نكون عندنا مسؤوليه في كل حاجه. انا بلعب باك شمال، بقالي 4 سنين في النادي الاهلي، محافظ المنوفيه. جيت النادي الاهلي عن طريق الاختبارات، عن طريق كابتن تامر حفني اختارني، تعلمت ان العب راجل في الملعب بقلب وروح، وانفذ الكلام اللي هو يقول الكابتن، والعب لاخر دقيقه. كابتن اسامه زكي قال لي ان انا لازم العب بروح ولازم اضحي ومركز، لازم نلعب لاخر دقيقه ونضحي على طول. نفسي ابقى زي محمد صلاح والعب في انديه كبيره ان شاء الله. تعلمت مهارات وسرعات، وتعلمت منه كتير، وتعلمت المبادئ والقيم والاحترام والروح الفانيلا الحمراء. انا اتعلمت الروح والعزيمه والروح الفانيلا الحمراء. كابتن اسامه بيقول لي العب بقوه وروح. انا بحب علي معلول. انا اتعلمت في النادي الاهلي المبادئ والعب بروح الفانيلا والعزيمه. كابتن اسامه زكي بيقول لي ان احنا النادي الاهلي احنا ما ينفعش نخسر، لازم العب بروح. بحب حسام غالي ونفسي ابقى زيه. بقى لي 3 سنين في النادي الاهلي، اتعلمت الاحترام والروح والعب لاخر دقيقه بروح الفانيلا الحمراء. نفسي ابقى زي حسين شحات.
بقالي 5 سنين في النادي الأهلي واتعلمت من النادي الأهلي الروح والإصرار والعزيمة وروح الفانيلا الحمراء. نفسي أبقى زي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. بقالي 5 سنين واتعلمت الروح والإصرار إن ألعب بآخر دقيقة وجوه الفانيلا الحمراء. بحب إيليو ديانج ونفسي أبقى زيه.